باشرت الحكومة المحلية في وسط العمل على افتتاح مشروع طريق كوت بغداد المتوقف منذ سنوات بسبب الأزمة المالية، فضلا عن تكثيف الجهود لإنهاء المئات من المشاريع الخدمية المتلكئة التي سيتم معالجتها ضمن خطة الإعمار التي تشهدها المحافظة. مشاريع استراتيجية في محافظة واسط، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع البنى التحتية، مشاريع الصحة، مشاريع التربية، مشروع رقم واحد، وأيضا مشروع المدارس الأبنية المدرسية التي أدرجت على القرض الصيني أيضا، وكان عرض لعدد المشاريع الموجودة في المحافظة، كما التأكيد على الأخوة في الوحدات الإدارية، رؤساء الوحدات الإدارية، مدراء الدوائر، بضرورة إلى الخدمات الأساسية للمواطنين، ضرورة الاستماع إلى طلبات المواطنين، ضرورة تبسيط الإجراءات أيضا والحد ومكافحة الفساد الموجود والمستشري في أغلب الدوائر الموجودة، وهذا ما ينعكس إيجابا على وضع المحافظة وهدوء المحافظة واستقرار المحافظة، وهذا ما لمسناه من استقرار في داخل محافظة واسط، وهذا ما نتأمله إن شاء الله أن يستمر هذا الهدوء والاستقرار، بالإضافة إلى تقديم الخدمات، وسيكون دعم خاص لهذه المحافظة فيما يتعلق بجانب الاستثمار، وايضا فيما يتعلق بطرح بعض الطلبات الاستراتيجيه لدى ابناء المحافظه، منها ما يتعلق بتاسيس شركه نفط واسط، وهذا مطلب نعتقده هو ليس لاهالي واسط فقط، بل فيه فائده كبيره للبلد ايضا باعتبار هذه المحافظه هي محافظه نفطيه، بالاضافه الى كونها محافظه ايضا هي سله غذائيه للعراق. فيجب أن يكون اهتمام وتنويع الاقتصاد في داخل المحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة. تم الوصول اليوم إلى افتتاح الجزء لهذا الشارع المهم الذي يربط محافظة بغداد بمحافظة واسط وكذلك محافظة ذي قار، يعتبر من المشاريع المهمة التي تخدم مدينة الكوت، وكذلك يعتبر مدخل رئيسي لمدينة الكوت. مستمرين بإكمال أكبر عدد من الشوارع الموجودة في المدينة وكذلك مداخل المدينة، منها مدخل كوت ذي قار الآن جاري العمل فيه، وكذلك مدخل كوت ميسان. يعتبر هذا الشارع من الشوارع الرئيسية وكذلك واجهة مدينة الكوت. سوف يتم إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة إنشاء الحدائق على جانبي الطريق وكذلك إكمال أعمال الإنارة والجزرة. تم افتتاح المدخل الرئيسي لقضاء الكوت من جهة بغداد ضمن مشروع تطوير مدخل كوت بغداد. هذا المشروع أحد مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة واسط، كان متوقف بسبب الأزمة المالية. بعد توفير التخصيصات المالية مباشرة الشركات المنفذة وبوتيرة عالية متصاعدة، الآن الحمد لله تم إنجاز الجزء الرئيسي الذي هو المدخل، ودخل الخدمة إن شاء الله خدمة للمواطن الواسطي.